الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم متجدد بصائر للناس. أيها الفضلاء، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات، اختار السابعة، وخلق الجنات، اختار الفردوس الأعلى، وخلق الملائكة، واختار منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، وخلق البشر، واختار من البشر المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. خلق الله سبحانه وتعالى الأيام، واختار منها يومان، يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار الأشهر، وخلق الأشهر، واختار شهر رمضان، واختار من الأشهر العشر الأوائل من ذي الحجة. عشر أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. ما السر في هذا القسم؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة أطرحه على الضيفين الكريمين. باسمكم جميعا أرحب بصاحب السماحة الأستاذ دكتور خليل قاضي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا شفت، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. كما أرحب بصاحب السماحة أيضا الأستاذ الدكتور حبيب منسي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا. والفجر وليال عشر، كما نعرف أن الله سبحانه وتعالى عظيم، لا يقسم إلا بعظيم، ما السر في هذا القسم؟ بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية تحية طيبة لك شيخ فتحي ولشيخنا الحبيب وللمشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، فيما يخص سؤالكم، القسم أولا، الإنسان لا يقسم إلا إذا ألجأته الضرورة ليقسم، ولكن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى ليس في حاجة إلى أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته، لأنه أولا غني عن العالمين، غني عنه، لا يحتاج إلى أن يقسم لهذا الذي خلقه كي يصدقه. الله تعالى أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن علماء الكلام أو علماء العقائد عامة يقولون أن الله تعالى، أن قسم الله تعالى ومن باب تمثيل الأشياء وتقريبها للإنسان ليزداد إيمانا ولغير المسلم أن يتيقن من هذا الذي أقسم به. بمعنى أنه هناك أمور في الآخرة، في الغيبيات أو ما يسمى بالسمعيات، هذه الأمور نحن لا علم لنا بها، ولكن وكأنه جسدها لنا لتكون قريبة إلى تصورنا، أن يعقد ميزان يوم القيامة للأعمال، كفة للحسنات وكفة للسيئات. هذه الأمور التي تجري هناك، يعني ليس هناك ضرورة تلجئ إليها، وإنما الله تعالى يعلم خبايا الناس وسرائرهم، ويعلم المحسن والمسيء، ويعلم من يستوجب الجنة ومن يستوجب النار. يعني لسنا في حاجة إلى كل هذه الأمور الإجرائية يوم القيامة. نفس الشيء للقسم، يعني يقولون بأن نظام الأسباب والمسببات الذي في الدنيا، الذي تمشي عليه الدنيا،
هذا ينطبق حتى على الأمور التي لا علاقة لها بالدنيا، يعني الأمور الأخروية والأمور التي غابت عنا نحن. أفعال الله تعالى هي من الغائبة عنا، ولكن القسم هذا له وقع في النفوس، بمعنى أن العظيم كما أسلفت مشكورا، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، بمعنى أنه حين أقسم بهذه الأزمان وهذه الأوقات التي خلقها هو، أي أن لها شأنا عظيما في ذاتها وفي التبعات التي بعدها، يعني بعد هذا القسم. أقسم بالفجر في والفجر وليال عشر. الفجر هو وقت من الأوقات، ويقال أنه أفضل الأوقات طرا، بمعنى أن الملائكة التي تنزل وتهبط في هذا الوقت لا تكون في غيره من الأوقات، لا في ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. أن الفجر فيه تنطلق الأعمال، وفيه ينتشر الناس في دنياهم، فيه تصعد الأعمال التي قام الإنسان بها في الليل. كثير من الأمور تجري في هذا الوقت في الفجر. ثم الليالي العشر التي وردت بصيغة التنكير، صيغة التنكير في اللغة العربية حين ترد بمعنى أن للشيء شأنا، تنكير بمعنى لا يعلم أحد مقدار قدر هذه الليالي. الآن اختلف فيها، هل هي كما أسلفت أنا قبل، هل هي ليالي رمضان أم هي هذه الأيام العشر من ذي الحجة؟ جمهور علمائنا يرون أنها هذه العشر من ذي الحجة. لماذا؟ أولا، والفجر وليالي عشر أتبعها بالشفع والوتر، والشفع فسر بيوم النحر، والوتر فسر بعرفة. الوتر هو عرفة، والشفع هو يوم النحر. لذلك يعني رجحوا أن تكون هذه الليالي هي المقصود بها هي نهارات، لأن الليل يسبق النهار، فقدروها بهذه النهارات العشر الأوائل من ذي الحجة، التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: ما من أيام العمل الصالح فيه خير من هذه الأيام العشر، وهي هذه العشر من ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة، بارك الله فيكم، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه العشر، والفجر وليالي عشر. وقد أسلف الأستاذ كلاما يعني مهما جدا فيما يتعلق بالفجر في هذا الزمن المبارك اللي قال فيه سيدنا رسول الله: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يقوم الناس لصلاة الفجر فيجدون الصباح طاهرا من أنفاس العصاة والمنحرفين. والفجر وليالي عشر، الله سبحانه وتعالى لم يقسم فقط بالفجر والليالي، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار. يعني نريد أن نسمع أكثر عن أسرار هذا القسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أخي فتحي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي قاضي، مرحبا بك، والسلام عليكم كذلك. القسم في القرآن الكريم مادة للتدبر، وقد دأب علماؤنا في تاريخهم في كتاباتهم أن يتوقفوا طويلا عند مادة القسم في القرآن الكريم، كما أوضح الأستاذ أن الله سبحانه وتعالى في غنى أن يقسم بما خلق، ولكن الله سبحانه وتعالى في ذلك يريد أن يلفت انتباه الناس إلى هذه الظواهر الكونية التي ربما لا ينتبه إليها الناس في مسعاهم في جريهم وراء الحياة وراء لقمة العيش، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرتب مجموعة من العلاقات بين هذه الظواهر الكونية وبين ما يعيشه الإنسان في حياته وبين ما يعتقده الإنسان في معتقده. فحينما قال الله سبحانه وتعالى مثلا، لنبدأ من هذه النقطة، قال: والفجر وليال عشر، يخيل إلى السامع الذي يسمع هذا القسم أنه يجب عليه وهو يتدبر القرآن الكريم أن يربط العلاقة بين الفجر وبين الأيام. فإذا كانت الأيام كما قال جمهور العلماء أنها هي أيام الحج، فمعنى ذلك أن الفجر كذلك لا بد أن يكون له في دلالته وفي معانيه الخفية وفي أسراره ما يكون له علاقة بالحج. أنت قد ذكرت منذ قليل أن أنفاس الصباح أنفاس طاهرة،
وأن الفجر هو بدء اليوم، بمعنى أن في الفجر معنى البدء، وكأنه انطلاقة جديدة يبدأها الإنسان المسلم كل صباح ليفتح بها يومه، لكي يجدد بها بذلك العهد مع الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلق في دروب الحياة ومسالكها، ولكن في معية مع الله سبحانه وتعالى. في نفس الشيء نجد الحج انطلاقة كذلك وبداية جديدة لكل حاج، وكأن مثلما تخفف العبد في الليل من أثقال الدنيا وطرحها جانبا وخرج إلى صلاة الفجر، كذلك يطرح العبد المؤمن من أثقال الدنيا حينما ينطلق إلى رحلة الحج. فرحلة الحج مولد جديد، كما أن الفجر كذلك مولد جديد بالنسبة لكل إنسان. يعني معنى ذلك أن العبد المؤمن يتجدد يوميا مع الفجر، وكذلك يتجدد عمريا مع الحج. فهناك تجدد مستمر يدور مع دوران الأيام ودوران للأفلاك، وكذلك هناك دوران في العمر مرة على الأقل في العمر، حيث يتخفف الإنسان من هذه الأثقال التي أثقلت كاهله والتي لم يعرف كيف يتخلص منها، فيعطيه الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة أن يدخل إلى الحج مع الفجر، أن يدخل جديدا ليخرج في نهاية المطاف كذلك يخرج طاهرا نقيا من هذه الأحمال. وانظر الحج كذلك يبدأ صباحا، لأن الانتقال من منى إلى عرفات هذه النفرة في الصباح ستكون مع مطلع الشمس، وكأن البداية هي نفس البداية التي تكون مع صلاة الفجر. معنى ذلك أننا نعيش في هذا القسم، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الفجر ومسألة الليالي العشر، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أو يريد لكل حاج أن يضع في ذهنه في قلبه أنه الآن سينطلق في رحلة تجديد، وأن كل ما علق به من أكدار الدنيا ومن عفنها سيزيحه الله سبحانه وتعالى عنه إذا قبل منه حجه. كذلك يفعل بذلك الذي يستيقظ من نومه في لصلاة الفجر ويطرح عما كان قد علق به في ليله أو في نهاره لكي يبدأ هذه الرحلة المجيدة. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ على هذا الطرح المتميز واللي فيه عبر يعني وأسرار، جزاك الله خيرا. الذي يتأمل في مناسك الحج يجد أن هذه المناسك متعلقة بسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. بعد الله تعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكأن الحاج يذهب إلى تلك الأرض فتهب عليه الذكريات الإبراهيمية من بعيد والذكريات المحمدية من قريب. لماذا ارتبطت جل، إذا لم نقل كل، مناسك الحج بسيدنا إبراهيم وأسرته؟ بارك الله. نعم، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أولا سمي بأبي الأنبياء. البيت الحرام أو الكعبة هذه وضعت للناس، ولم يضعها إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنما يقال فيها أن الملائكة هي التي بنتها، وضع بمعنى لم يضعه الناس وإنما وضع للناس. إبراهيم الخليل عليه السلام يعني لو تفرسنا في هذه المناسك التي يقوم بها الحاج على طول حجه لوجدنا أن لها علاقة وطيدة بإبراهيم الخليل عليه السلام وأسرته كما تفضلت. أولا بداية من الصفا والمروة. الصفا والمروة يعني من حيث الترتيب الزمني، الصفا والمروة هي أول الشعائر من حيث الترتيب الزمني التاريخي القديم. أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاء إلى هذا الوادي غير ذي زرع كما وصفه القرآن الكريم، أرض قفر يباب، جاء بهاجر زوجه وابنها إسماعيل إلى هذا القفر وتركهم وقفل راجعا. هاجر لما أحست بالعطش أو أحس ولدها بالعطش بدأت تجوب الأرض بين حجرين، واحد يسمى الصفا والآخر يسمى المروة.
قامت بسبعة أشواط بينهما، علها ترى قادما أو مغيثا أو أنيسا. ثم لما عادت إلى ابنها وجدته قد انفجر الماء من بين رجليها وشيء من هذا القبيل، وكانت بئر زمزم هذه التي عرفت فيما بعد. بمعنى هذا له تعلق، يعني له صلة بزوج إبراهيم وابنه. الذبح في منى هذا له تعلق أيضا بإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني لما رأى في المنام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. بمعنى أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما عزم على أن ينفذ ما رآه في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، يعني ليست كرؤيا الناس، يعني أحدنا إذا رأى مناما مثل هذا لا يقدمن على أن يفعل مثل هذا، وإنما الأنبياء الله تعالى يريهم الحق، يعني تستوي عندهم اليقظة والمنام، هكذا كل الأنبياء. فهذا المنام لما عزم على أن يذبح ابنه، الله تعالى فداه بذبح عظيم كما وصفه، يعني كبش أو شيء آخر. هذا الذبح إذن له علاقة أيضا بإبراهيم الخليل عليه السلام. بناء الكعبة، يعني الكعبة بنتها الملائكة ثم انهدمت لأنها تقع في واد كما وصف القرآن، بواد غير ذي زرع. فكان لما يسيل هذا الوادي كان يهدمها، وقد تهدمت مرارا في قبل إبراهيم الخليل عليه السلام وبعده، وأعاد بناءها هو وإذ كذا هو وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم، بارك الله فيك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يرفع القواعد لا يقيم القواعد، بمعنى كانت القواعد موجودة، الأساس كان موجودا، هو وإسماعيل رفع البناء. مقام إبراهيم هذا الذي يتبرك به الآن، هذا المقام هو الشافوطاج كما يسمى، الصفوطاج كما يسمى في العامة، يعني هو حجر كان إذا ارتفع البناء طلع على هذا الحجر ليكمل ما بدأه. حجر إسماعيل بمعنى هذا كان تابعا للبيت، هذا الدائرة التي يراها للحجاج أو الذين يشاهدون في التلفزة الكعبة، هذا الحجر أصلها داخل في الكعبة، ولكن لما أعيد بناؤها أبقي عليه لأنهم لم تكن لهم الأموال الكافية الحلال ليقيموها على أساسها الأول، يعني تقريبا كل المناسك. لذلك الحاج حين يقصد هذا البيت يتفكر في تاريخية هذه الأماكن. نعم، بارك الله فيك. نأسف إذا قلنا صار البعض من حجاجنا، لا أقول كل تعميم من العامة، يذهب إلى الأماكن المقدسة ولا يشعر بأي مشاعر مقدسة. صح، يحدثك عن الفنادق وعن الطرق وعن التجارة وعن كذا، هو الأصل أنه تهب عليه هذه الذكريات ويعيش هذه الدروس وهو يتجول في أزقة مكة ومنى وعرفات وكذا. بارك الله فيك. الذي يتأمل في سيدنا إبراهيم الخليل يجب عليه أن لا يغفل دور المرأة، يعني تقريب الشيء الذي وقع بصبر ويقين امرأة هاجر عليه السلام يتركها زوجها في واد غير ذي زرع، ينصرف وهي مؤمنة يقين بالله، يقين كامل بالله سبحانه وتعالى، فرزقها الله تعالى بماء زمزم وهذه الأشياء. يجب علينا أن لا نغفل أيضا إسماعيل عليه السلام لم يكن يكافئ روعة موقف الوالد إلا روعة موقف الولد، حين قال لوالده يا أبت افعل ما تمر ستجدني، يشوف الأدب مع الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يدعي البطولة ولا الشجاعة، وإنما فوض أمره لمشيئة الله، وصدق من قال إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. نعيش مع هذه المعاني أستاذ.
نعم، الحج دروس وعبر صراحة، يعني أن الذي يتأمل هذه المواقف يجب أن ينظر إليها باعتبارها رحلة في التاريخ، وكذلك باعتبار أن هذا التاريخ يؤثث الحاضر ويمتد إلى المستقبل. نعم، لأننا لو نظرنا إلى هذه المرأة كما تكرمت، هذه المرأة التي وقفت بين جبلين وهي ترى زوجها يضع بين يديها قربة ماء ثم ينصرف عائدا، فتناديه 3 مرات: يا إبراهيم، فلا يلتفت، يا إبراهيم، فلا يلتفت في الثانية، فتعلم أن الأمر جلل وأن الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن تتحرك العقيدة في هذه المرأة أن المسألة الآن ليست مرتبطة ببعل وزوجة، وإنما الأمر مرتبط بين الله سبحانه وتعالى ونبي، وأن عليها أن تنصاع لأمر الله سبحانه وتعالى، فتناديه 3 فيلتفت، وقبل أن يلتفت تقول: الله أمرك بهذا؟ فيلتفت ويقول: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. الآن وضعت يقينها في الله سبحانه وتعالى بأن المسألة مرتبطة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وأن الرعاية ليست رعاية إبراهيم عليه السلام، وإنما الرعاية ستكون من الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أعود إلى ما قاله الدكتور خليل، أن هذه المرأة إذا نظرنا إلى الموقف، إذا أزحنا العمارات وعدنا إلى المكان كما كان في البدء، جبلين صغيرين أحدهما الصفا والثاني المروة، عبارة عن صخرتين اثنتين وبينهما مطاف، وهذا المطاف مطاف منحني، كانت هذه المرأة قد وقفت بين الحجرين تطعم ابنها وتسقيه إلى أن نفذ الماء، ثم تقوم هذه المرأة في لهفتها تجري إلى الصفا، تهرول نحو الصفا، فتقوم على الصفا وتتأكد أن لا ماء وراء الصفا وأن لا أحد وراء الصفا تستأنس به، ثم تعود إلى المروة فترتفع عليها وتتأكد أن لا ماء وراء المروة ولا أحد تستأنس به. ولكن هذه المرأة في إصرارها باعتبارها امرأة وباعتبار أنها تقف على وليد فعلت ذلك المطاف 7 مرات. العدد 7 نحن نعلم أنه في ثقافة العرب بمعنى المكاثرة، ولكن العدد هنا عدد حقيقي بمعنى أن المرأة فعلت ذلك 7 مرات، ونحن الآن في الحج نخلد ذلك العمل ونفعل فعلتها ونهرول هرولتها ونجري بين الصفا والمروة كما جرت، ونحن نحمل في أنفسنا تلك اللهفة وذلك العطش. على الحج أن يشعر بما شعرت به هذه المرأة، حتى أنها لما استنفدت طاقتها أخرج الله سبحانه وتعالى الماء الذي هو الرزق من بين قدمي الصبي. هناك دروس ممكن أن نستخرجها هنا على السريع. أولا، أن هذه المرأة قامت بالدور الذي هو عليها، أنها سعت، ولذلك لازلنا نحن اليوم نستعمل كلمة سعة في المسعى، بمعنى أنها بذلت الجهد حتى تصبب منها العرق وبلغ منها الجهد مبلغه، ولكن الرزق كان من الله سبحانه وتعالى. صحيح. لم يجعل الله سبحانه وتعالى الرزق مرتبطا بسعيها فوجدت الماء في الصفا، أو جعله مرتبطا بجريها فوجد الماء في المروة، وإنما نبت الماء في مكان لم تكن تتخيله المرأة وهو عند قدمي طفلها، لكي يقول الله سبحانه وتعالى لها ولنا أن السعي عليكم، لكن لا تربط السعي بالرزق، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. ثم النقطة الثانية الآن بالنسبة للولد، دور الولد هنا بالنسبة للمرأة هو ذلك الرابط الذي يربط الأمة بابنها. ومن ثم لاحظنا أن أول محاولة للشيطان، أول محاولة في مسألة ضعضعة الأسرة وتفتيت تماسكها، أنه جاء للأم يعزف على حبل الأمومة وعلى حبل البنوة، فجاءها بخبر أن إبراهيم قد رأى رؤية، وأن هذه الرؤية تأمره بأن يذبح الإبن، وأنه سوف يأخذ منها الإبن ليذبحه. ولكن رد المرأة المؤمنة أنها حملت حصيات ورجمت الشيطان، يعني هذا الرد رد عجيب، امرأة يخبرها، لأنه تمثل لها في شكل رجل، يخبرها أن زوجها في مكان ما ينتظر الإبن ليذبحه، ولكن المرأة حملت حصيات ورمت بها الشيطان.
ثم في لهفته يتجه إلى الإبن ويعيد معهم معه الكرة ويخبره أن أباه قد أعد له مدية وأنه سوف يذبحه وأنه يعتمد على رؤيا، ولكن الإبن يحمل حصيات ويرجم الشيطان. هذا الرجم المتكرر يجب أن يحمله الإنسان اليوم في حاضرنا في مستقبلنا، أن عملية الرجم لن تنتهي. ما يعيده الآن الحجاج في الحج من حيث الرجم ماديا يجب أن يكون لنا نحن في أنفسنا في 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 في, في ثقافتنا في اعتقادنا أننا نستمر في رجم الشيطان ونرجمه بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك أستاذ. شوف سيدنا إبراهيم الخليل لما أتم البناء رفع أكف الضراعة إلى الله وقال ربي اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله له ومن دخله كان آمنا، وجعل الله سبحانه وتعالى أشهر الحج يعني في الأشهر أيام الحج في الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب ومضر. تقريب جل أعمال هذه القعدة يذهب الناس إلى الحج، الحجة يحجون فيه، محرم يرجعون فيه إلى وأنت تعرف ذلك الصراع الذي كان بين العرب وذلك التطاحن وكذا، مع ذلك كانت العرب تحترم هذه الأشهر. ما السر؟ يعني هذه الأشهر الحرم هي كانت مقدسة عند العرب قبل الإسلام بكثير، يعني الذين أرخوا للجاهلية أحد علمائنا الكبار أحد العراقيين الجهابذة المؤرخين دكتور جواد علي له سلسلة مفصلة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في 10 مجلدات يقف مليا عند هذه الأشهر الحرم. يعني لماذا يقدسها العرب؟ ما السبب في تقديسها؟ العرب كانوا يعيشون على النهب والسلب، يعني كان القوي يأكل الضعيف، تغير القبيلة على القبيلة فتذهب مالها وتسبي نساءها وذراريها إلى آخره، فتواطؤوا على أن يجعلوا مهلة يرجعون النفس فيها كما يقولون، يعني مهلة يعيدون ترتيب أمورهم فيها. فاتفقوا على هذه الأشهر، على رجب الفرد كما يسمونه ورجب مضر، وعلى هذه الثلاثة المتتابعة وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. الحج أيضا كان مقررا قبل أن يفرض في السنة 9 للهجرة، وإنما كانوا يحجون بطقوسهم وآلياتهم التي كانوا يعملونها في الحج، وكانوا يختارون شهرا من هذه الأشهر الحرم لأن فيه الأمن والأمان، يعني فيحرم قطع الطريق على الذين يفيدون إلى هذه البقاع المقدسة عندهم وقد كانت مقدسة فعلا، ويحرم التعدي على الذين يكونون في جوار الحرم. فكان هؤلاء البعيدون الذين يفيدون إلى هذا البيت كانوا يستجيرون بساكني الحرم، بمعنى لا أحد يمكنه أن يطالهم من قريب أو بعيد، فكانت هذه الأشهر يعني مقدسة عندهم. الله تعالى شاء أن يبقي على مثل ما قدسه العرب قديما، وفرض الحج يعني أبقى زمان الحج في وقته في هذه الأشهر الحرم التي حرم العرب فيها أن يؤذي بعضهم بعضا فيها. ونزل قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بمعنى في فترة الحج يأمن الناس الخوف. هذا استمر زمانا طويلا إلى أن يعني القرون ذلك 16 17 الميلادي عاد الناس انتكس الناس نكسة أخرى فعاد قطع الطريق وكذا، عادوا كالجاهلية الجهلاء الأولى، حتى
نظم سكان الحجاز أنفسهم وجعلوا قوافل محروسة يعني هكذا إلى الشام، فكان الناس يحسون بهذا الأمن الذي كانوا يحسونه قبلا. ولكن يعني الحرم في هذه الأشهر الأربعة الحرم في الجاهلية وبعد الإسلام هذا كان أمنا وأمانا. نعم، كان أمنا وأمانا. بارك الله فيك. امتن الله تعالى على ثمود قوم صالح، منحتهم بيوتهم في الجبال من غير خوف ولا فزع، قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وعد الله النبي الكريم والصحب الكرام بأداء النسك ودخول البيت على صورة تتشوق لها نفوسهم، وهي الأمن والأمان. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أسلف الشيخ وهو يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف، الكل يعلم أن العرب كانوا منقسمين إلى شطرين، شطر تابع للغساسنة وشطر تابع للمناذرة، هكذا الغسالسنة والمناذرة، شطر تابع للروم وشطر تابع للفرس. جاء أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة، ووقع الذي وقع، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما العلاقة بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش إلافه؟ أي نعم، هناك علاقة استراتيجية بين الموقفين اثنين، وكأن الله سبحانه وتعالى من جملة الممهدات التي مهدها والإرهاصات التي جعلها لنبيه الكريم أن أحدث في العرب الإيلاف. والإيلاف هو حركة حدثت للعرب بعد، كانت قبل أبرهة ولكنها توطدت بعد انهزام جيش أبرهة، وأخذت حظها الأكبر لما صار العرب يتحدثون عن نصرة الله سبحانه وتعالى لبيته وهزمه لجيش جرار جاء به أبرهة الحبشي من اليمن لكي يهدم الكعبة. حينما انتشر بين العرب هذا الخبر، اكتسبت قريش من ورائه تلك السلطة التي من خلالها أصبحت تسير قوافلها إما إلى اليمن جنوبا في رحلة الصيف، وإما في رحلة الشتاء، وإما شمالا إلى الشام في رحلة الشتاء. ولما استتب الأمن بهذه الطريقة، صار الآن ذهاب الناس وإيابهم إلى مكة صار آمنا. هذا الأمر ارتبط مع الأشهر التي ذكرها الأستاذ قاضي حينما تحدث عن من الذي أوجد الأشهر الحرم. الذي أوجد الأشهر الحرم أوجدها إسماعيل عليه السلام، يعني في البدايات الأولى، لأن العرب حينما كانت حركة جرهم من اليمن إلى مكة ثم من مكة إلى الشام، هذا الإيلاف بمعنى أنهم ألفوا هذه الحركة ذهابا وإياما وإيابا، كانت تحدث هناك مناوشات بين القبائل الموجودة على الأطراف، فأراد أن يستتب الأمر للعرب فأحدث فيهم هذه الأشهر الحرم، جعل ثلاثة شهور سردا بمعنى متتابعة، وجعل شهرا فردا وهو رجب. الثلاثة المتتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: الحج أشهر معلومات، بمعنى هناك تهيئة للحج تسبق الحج بأشهر. هذه التهيئة ليست تهيئة أفراد بقدر ما هي تهيئة قبائل، لأن الحج سيكون مرتبطا بالتجارة، سيكون مرتبطا بالسفر، سيكون مرتبطا بتأمين الطريق، وسيكون كذلك مرتبطا بإعداد مكة لاستقبال ضيوفها. فلذلك كانت هذه الشهور الثلاثة المتتابعة يحدث فيها هذا الإعداد وهذا الترتيب، بل كانت الأسواق العربية التي تنصب في طريق الحجاج متتالية، كانت عكاظ في الطائف ثم دون الطائف على أبواب مكة كانت هناك أسواق صغيرة إلى أن يدخل الحجاج إلى مكة. الشيء الثاني كذلك الذي ارتبط بهذه الأيام، أن الناس في حاجة إلى عودة إلى ديارهم قبل أن تبدأ المشاكل ويبدأ يعود الناس، فكان شهر محرم كله بعد أن تنتهي الليالي العشر اللي هي أيام الحج، ثم يعود الناس لهم أمن شهر كامل أن يعودوا مرة ثانية إلى ديارهم. أما شهر رجب الفرد وهو شهر مضر الذي سمي شهر مضر، كانت العرب كذلك تأتي فيه لأداء العمرة لأنه قريب من رمضان،
فكانوا يعودون إلى البيت يسترزقون يتاجرون يؤدون المناسك مناسك العمرة ثم يعودون في ذلك الشهر إلى أهليهم سالمين آمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وأطعمهم آمنهم من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, أطعمهم من جوع بمعنى أنه مهد لهم الأسواق فتسوقوا, ثم آمنهم لأن الطريق الآن في هذه الأشهر كانت آمنة. إلا أن العرب قد أحدثوا حدثا بعد ذلك, وهم أنهم جعلوا النسيء بمعنى أنهم بدأوا يتلاعبون بنظام هذه الشهور, يقدمونها ويؤخرونها بحسب طمعهم في الغزو وفي الحرب. بارك الله فيك. سأعود إلى هذه النقطة بالذات, لماذا جن جنون صناديد قريش حين اعترض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للقافلة التي كانت راجعة من الشام؟ نرجع إلى هذه النقطة أستاذ, ونحن نتكلم عن نعمة الأمن التي كان يتمتع بها العرب في هذه الأشهر. بارك الله فيك أستاذ خليل. أشهر يعني الله سبحانه وتعالى أقسم, أيام الله سبحانه وتعالى أقسم بها, وضمن هذه الأيام العشر يومان عظيمان لهما مزيد عناية وفضل وبركة, وهما يوم عرفة ويوم عيد يوم النحر. نعم, يوم عرفة هو يوم تسكب فيه العبارات, تستجاب فيه الدعوات, ترتفع فيه الحسنات, يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بأهل الموقف. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم إلى آخره. يوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين. وقف مع هذا اليوم. بارك الله فيك. يعني هذا يوم عرفة هو أفضل أيام السنة بإطلاق, لا يدانيه يوم آخر. بما يغفر الله تعالى لهؤلاء المؤمنين من ذنوب, بحيث لا يرى الشيطان أبأس منه من هذا اليوم, بحيث يغفر للناس بالجملة في هذا اليوم. يوم عرفة له هذه الميزة أنه يجب ذنوب سنتين, سنة ماضية وسنة مقبلة. عاشوراء صيامه يجب سنة ماضية. لماذا؟ يعني العلماء تساءلوا عن هذه السنة المقبلة. يعني السنة الماضية هذا يعني معقول, أنت إذا أذنبت في سنة وأقبلت على الحج ووقفت عرفة هنا يغفر لك ما مضى من سنتك التي أمضيتها من عرفة الفائت إلى عرفة الذي أنت فيه. لكن أن يغفر لك سنة مقبلة وأنت غير مضمون لك عيشها, يعني ما الذي سيضمن لك أنك ستعيش إلى عرفة المقبل؟ ولماذا يغفر لك شيء لم تفعله؟ والله تعالى لا يفعل الأشياء اعتباطا, ولا يمكن أن يقول هذا الشيء أن يكون هذا الشيء أسودا, مستحيل. علماء الكلام يقولون أن الذي يصوم يوم عرفة بمقوماته طبعا, يعني أنه الصيام فيه صيام وفيه صيام, يعني الصيام الذي يعني يربأ الإنسان بنفسه إيماناً واحتساباً, بارك الله فيك, إيماناً واحتساباً, بمعنى حتى هذه الأمور التي يراها الناس لا تفسد الصيام يجب أن يتورع الإنسان فيها, يعني الغيبة والنميمة, خواص الخواص, خواص الخواص. هذا الصيام إذا قام به المرء ضمن الله تعالى له أن يعيش إلى عرفة المقبل. الله الله, هذا استنتاج واجتهاد وليس رأي, يعني رأي مجمع عليه. نعم, ولكنه استنتاج وله قيمته يعني العلمية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينطق عن هوى النبي عليه الصلاة والسلام, ولا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان سيغفر لك السنة القادمة بمعنى أنك ستعيش هذه السنة القادمة, إذا كتب أجلك في خلال هذه السنة القادمة لن يوفقك لصيام هذا اليوم.
وإذا وفقك لصيامه لن يوفقك إلى صيامه على أصوله. ثم مسألة الآجال هذه، يعني تكلمنا في حصص ماضية عن ما يسمى بالتقدير الأزلي والتقدير الحولي. التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، في هذه الليلة فيها أسماء من يحج وأسماء من لا يحج، بمعنى أن الحاج إذا كان في إذا حج طبعا سيكون في عرفة، وإذا وقف في عرفة فإنه سيغفر له، وإذا غفر له فإنه سيغفر له هذه السنة المقبلة. بمعنى وكأن الإنسان يضمن حياة له. نعم، أفهم من كلامكم أن قائمة الحج تكتب في السماء. نعم، بارك الله فيك. لذلك قال وأذن في الناس بالحج. نعم، يعني عليك الأذان، ولكن هم الذي يستمع، يعني السامع في الملأ الأعلى بهذا الحج سيقصده، سيقصد هذا البيت. الذي لم يكتب له لن يقصده، حتى وإن نوى أن يذهب إلى هذا البيت ستكون أمامه العراقيل والعوائق إلى آخره. نعم، بارك الله فيك. كلام بسيط عن يوم عرفة، أحدهم قال من لم يقف في هذه السنة في عرفة فليبيت عزمه على طاعة الله، وقد قرب إيه من عجز هذه السنة عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن عجز عن نحر هديه هناك فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن عجز عن البيت لأنه منه بعيد فليعبد رب البيت فهو أقرب لمن دعاه من حبل الوريد. أستاذ، نقف مع الأشهر الحرم. شوف الحاج حينما يحرم، وكأن الحج يتعلم فيه الإنسان معنى الأمن والسلام. بمجرد أن يلبس لباس الإحرام تأتي الممنوعات، ممنوع عليه أن يقتل حشرة، ممنوع عليه أن ينتف شعرة، ممنوع عليه أن يقلم ظفره، ممنوع 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 ممنوع. وكأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. ظفرة الممنوع عليه أن يقلم ظفره ممنوع 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 ممنوع، وكأن الإنسان وهو محرم يسلم منه الحجر والشجر، وكأن الله تعالى يقول لنا: إذا أردتم أن تتعلموا معنى الأمن والأمان والسلم والسلام عليكم بحج بيت الله الحرام، ثم ارجعوا إلى أوطانكم لتحققوا هذه المعاني. وقبل قليل شوف تكلمنا على لإلاف قريش إلافه، كان العرب في طمأنينة وهم يتجولون بعد أن ضرب الله سبحانه وتعالى أبرهة بتلك المعجزة طير الأبابيل. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض لقافلة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم عام الفيل. إذا أردنا أن نربط هذه المعاني وهذه التواريخ ببعضها، أي نعم، الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستخلص منها عصارتها وجب عليه أن يربط هذه العناصر مع بعضها البعض. يعني وجود أبرهة وميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة في توقيت واحد يجب أن تكون له دلالته القاطعة. وكأن الله سبحانه وتعالى الآن يمهد يرهس لهذا النبي بجملة من المقدمات تقع في الذاكرة العربية، بمعنى أن الذاكرة العربية ستختزن مجموعة من المعلومات يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضوره فيها. فلذلك نحن الآن حينما نتحدث عن مولده نقول ولد عام الفيل، وكأن عام الفيل صار فارقة في الزمن يؤرخ به الناس للتاريخ، فيقولون ما قبل الفيل وما بعد الفيل. وكذلك حينما نزل القرآن الكريم رسخ هذه المسألة حينما جعل في كتابه الكريم سورة باسم سورة الفيل. ما الذي أحدثته أو ما الذي أحدثه أبرهة في العرب؟ أبرهة كان العرب قد اعتادوا على البيت، كانوا يأتون إلى البيت للتجارة وللحج، وكان البيت بالنسبة إليهم بيتا مربعا رفع إبراهيم قواعده. لكن حينما جاء أبرهة رفع من شأن البيت إن نرده إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى، فصار للبيت ربا يحميه، بمعنى أن البيت الذي كان لإبراهيم فقط، وكانت العرب تعرف أن هذا البيت هو لإبراهيم وإسماعيل، جاء أبرهة بجيشه لكي يعيد الصلة للبيت بين البيت والله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل قريش تنسحب إلى الجبال وتخلي الطريق بينه وبين أبرهة، وأن صاحب الإبل الذي هو عبد المطلب بن هشام
كان قال لأبرهة الحبشي إن للبيت رب يحميه، ثم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكسر هذا الجيش العرمرم، هذا الجيش الذي جاء يجر فيلته وخيوله وجماله، أراد أن يكسره بطير أبابيل، بطير تأتي جماعات، بطير دون الحمامة وفوق العصفور، تحمل في منقارها وفي مخالبها حجارة لا تعد أن تكون بمقدار حبة العدس أو حبة الحمص. كانت هذه إذا وقعت على الجندي سلخت لحمه عن عظمه، بمعنى أن لها من القوة، بحيث أن لها من المفعول ما لم تحققه حتى القذائف الحديثة الآن لا تستطيع أن تفعل نفس الفعل التي فعلتها هذه الحجارة البسيطة. فرأت العرب بأم عينيها على أطراف الجزيرة ما فعله الله سبحانه وتعالى بجيش أبرهة. حينما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، بدر لها كذلك معنى الفارقة، معنى الحد، بمعنى أن ما قبل بدر يجب أن ننظر إليه بمنظار، ما بعد بدر يجب أن ننظر إليه بمنظار مختلف. لماذا؟ لأن الرجل الوحيد الذي تجرأ على أن يقطع لقريش أمنها واستقرارها هو محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك جن جنون، لذلك جن جنون، لذلك خرجت قريش بقضها وقضيذها، بخدمها، بنسائها، بأطفالها، خرجت في جيش في مضطرب تعمه الفوضى، وكأن الأمر جلل، أخلت تماما مكة وخرجت لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عنها تلك الدعاء، تلك الدعاء التي اكتسبتها من الإيلاف، ذلك الأمن الذي أخذته مما بسطه الله سبحانه وتعالى من خوف، من خشية من قريش، لأن قريش إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حمى بيتها فهو سيحميها، إذا لم يتجرأ عربي مطلقا على أن يعتدي على قريش، فساد الأمان بالنسبة لقريش، وأصبحت قريش تسير قوافلها من دون حراسة، بل الذين كانوا مع أبي سفيان، الذين كانوا يحرسون قبيلة سفيان، لم يتعدى عددهم 14 رجل، وكان عدد الجمال أكثر من 1400 جمل في القافلة. فتخيل قافلة تقطع الآلاف من الكيلومترات بدون حراسة، معنى ذلك أن الأمر كان قد استتب لقريش. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالسرايا، لأن ثمان سرايا سبقت بدر، ثم جاءت بدر جن جنون قريش، وأرادت قريش أن تنهي المسألة في تلك الغزوة حتى يتسامع العرب خبر هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يجرؤوا بعد ذلك على مقاطعة قريش، لأن الله تعالى أراد شيئا آخر، أن الذي يحمي هذا البيت ويبقى هذا البيت للمؤمنين، للطائعين، للذين يعبدون الله ملك الناس إله الناس. هذه رمزيات نجدها في السيرة إذا أحسننا قراءة السيرة. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فعل تلك الفعلة أراد أن يقول لقريش أن هناك ما قبل بدر ينهي نظام الجاهلية. نعم. ليبدأ من باب ما بعد بدر نظام، وهو نظام الإسلام. بارك الله فيك. هذه المعاني والحاج في بيت الله الحرام ينبغي أو يجب عليه أن يستحضرها حتى يعيش هذه الأسرار وينسى المشاكل التي تقع في الفنادق وتقع في الطرقات وفي الزحام وفي غيرها من الأماكن. أستاذ خليل، تكلمنا عن عرفة، تكلمنا ونحن نتكلم عن العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم ما من عمل أحب إلى الله، الحديث أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نختم ماذا ينبغي على الحاج أن يفعل في هذه الأيام وغير الحاج أيضا، دقيقتين فقط. نعم، الحاج أول، نبدأ بالحاج. الحاج يعني في هذه الأيام العشر إله أن يصوم، ولا يصوم عرفة والعيد وأيام التشريق، ولكن قبل عرفة يمكنه أن يصوم إن لم يشق عليه ذلك، و
يعني الأفضل لمن هو في هذه البقاع عدم الصيام، له أن يصوم ولكن الأفضل له أن لا يصوم، ولكن نحن الأفضل لنا هو الصيام، لأننا لم نحضر هذه المشاهد هناك. إذن الصيام أجره يعني لا أعلمه إلا الله، وأنا أجزي به كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أولها الصيام، ثانيا الإكثار من الطاعات، يعني القرب، هذه النوافل في الصلاة، في الصدقات، في ذكر الله تعالى. القرآن يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني هذه الأيام قصد بهذه الأيام العشرة. الإكثار من التهليل والتسبيح والتكبير والحمد لله، هذه ترفع الدرجات، خاصة من يتواجد في مثل هذه الأماكن، يعني يجب أن لا يفتر لسانه بذكر الله تعالى، يكون لسانه رطبا بذكر الله. ثم في هذه العشر دائما المؤمن يجب أن يربط سلوكاته كلها بما يحسن في هذه الأيام العشرة، خاصة من يتواجد في أرض الحرم. نحن هنا يعني حتى في من لم يسعفه الحظ ليزور هذه البقاع يجب أن يتبع ما يفعله الحجاج، يعني إذا كانوا يذكرون فليذكر الله، إذا كانوا يسبحون فليسبح، إذا كانوا يعني يلتزمون بالطاعة. والتشبه بالصالحين إن لم تكونوا أمثالهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نعم، أين التشبه بالكرام فلاح. نختم بهذا القدر إن شاء الله. صاحب السماحة الأستاذ دكتور خليل القاضي المتخصص في العقائد والأديان، أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بالخروبة، شكرا جزيلا. الله يسلمك. صاحب السماحة الأستاذ دكتور حبيب منسي المتخصص في تحليل الخطاب وعلم النص، والأستاذ سابق في جامعة سيدي بلعباس، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا، أرجو أن نستفيد إن شاء الله معا من هذه الأيام صياما وصدقة ودعاء وذكرا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن حجاجنا حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشروع.